كلين شمام لرائد الفيض ينطلق انايو ايوالا انايو العرضيه اوه ممتازه والهدف فرصه فرصه للترجي التونسي كنا النجم شاد وهدف ثاني ولكن العمل الجماعي كان رائع شفنا التمريره الطوليه من خليل شمام العرضيه ايضا ممتازه من رائد الفيض على الترجي كان قريب كوتش من اضافه الهدف الثاني خليني اقول 12 دقيقه ممتازه للترجي 12 دقيقه من اعلى طراز الفكره موجوده وثم حاجه اهم من انها تكون الفكره موجوده بتتر النجم يكون حتى المدرب ولا الطاقم الفني عنده فكره لكن كيفيه ايصالها للاعبين وتطبيقها على الميدان مهم ياسر واليوم نراو فيها الفكره موجوده.